في إطار القضاء على سكن الهش والبناءات الفوضوية، استفادت حوالي 300 عائلة بقسنطينة من شقق جديدة على مستوى المدينة الجديدة لمنجلي. هذه العملية ما قبل الأخيرة في إطار تطهير قلب المدينة من جميع الأحياء الفوضوية، وتدخل ضمن حصة تصل إلى 10,000 وحدة سكنية من مختلف السياق، سيتم توزيعها قبل نهاية السنة. التغطية كانت لكريم لونيس. وهذه العمليه نقول بلي تقريبا رانا في نصف عمليه تاع اعاده اسكان تسكي كل ما هو هش وانزلاق. دونك مازلنا برنامج اخر يطوي على حوالي 3250 ساكن، وهي في لو فيفان اكستونسيون اللي راهي جاريه بها اعمال تهيئه. سنتين وحنا نستناو من اللي عطاونا قرارات الاستفاده، اليوم بربي ان شاء الله رانا راه نستلموا السكنات نتاعنا، الحمد لله على النعمه تاع رب العالمين. انا اليوم في فرحه كبيره بهذه المناسبه. كنا عانينا كتعرف من الضيق والمشاكل، كنا في ضيقه، دوكا فرجت علينا عندنا في السكن مليحه، ونشكر الرئيس تاعنا.